الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وعافية ان شاء الله بإذن الله. طبعا عارفين الشهر الكريم داخل علينا وهنعوز تغيير وهنعوز اكلات كتير فيه. فطبعا انا عايزة اقول لكم النهاردة هعمل معاكم فراخ مشوية متبيلة حلوة قوي قوي هتعجبكم. معايا هنا شوية طماطم مضروبة كده، هنحطها كده، ومعايا كده فص توم بالشكل ده، ومعايا حته شطه كده اللي طبعا اللي عايز سبايسي. في ناس بتحب السبايسي قوي، تكون الفراخ سبايسي. ومعايا طبعا هنا بصله بالشكل ده كده. كل حاجه قدامكم اهي. التتبيله دي مش هتاخد منك حتى 3 دقايق. ومعايا هنا فنجان زيت صغير كده بالشكل ده عشان الفراخ بتاعتنا ما تنشفش. وطبعا معايا مستردة، هنحط قيمه معلقه مستردة كده، معلقة كبيرة مليانة مستردة. معايا ايه تاني من التوابل؟ معايا معلقة ونص ملح كده صغيرة، معلقة ونص صغيرة كده طبعا حسب الذوق. ومعايا طبعا حبة هام بودر اهوت. معايا طبعا روزميري او زعتر ناشف اهوت. معايا ايه تاني؟ معايا نص معلقة بهارات فراخ اهو بالشكل ده كده، بهار فراخ. معايا ايه تاني؟ معايا فلفل اسود، ومعايا خل زي ما حضراتكم شايفين كده. معايا حوالي معلقه كبيره خل كده بالشكل ده، وهضربهم كلهم مع بعض ونرجع تاني علشان صوت الكبه. طبعا معايا هنا نص، قصدي ربع كوبايه او فنجان ليمون كده بالشكل دوت عشان بيخلي الفراخ حلو قوي. وهنضربهم مع بعض ونرجع مع بعض عشان نشوف شكل التتبيله اللي ريحتها من دلوقتي طالعه عليا حلوه قوي، هتعجبكم. جربوا التتبيله دي هتعجبكم جدا. انا رايحه دلوقتي هضربها في الكبه بتاعتي وهرجع لكم تاني. طبعا انا خلاص اهو عملت التتبيله بتاعتي الجميله دي، زي ما انتم شايفين ريحتها طالعه حلوه جدا جدا عليا. وطبعا ما تنسيش تظبطي الملح بتاعك. انا طبعا حطيت شويه ملح لانها لسه لقيت عايزه شويه ملح. وطبعا الدجاجه دي انا هبيتها ليله كامله في الثلاجه، واصبح ان شاء الله تاني يوم اعملها، لان كل ما تبيتي اللحوم في التتبيله كل ما طلعتي دي طيب بنتيجه ايه احلى واطعم. فانا طبعا هتبل الدجاجه بتاعتي كده اهوت زي ما حضرتك شايفه. طبعا الدجاجه مغسوله زي الفل ومتفتحه كده عشان التتبيله تدخل في الفتحات بتاعتها، زي ما انتم شايفين كده، شايفين الفتحات اهي. وهنزلها في التتبيله دي ليله كامله ان شاء الله باذن الله، ونصبح ان شاء الله نحطها على الجريل بتاعنا او في الشوايه او في الحله بتاعتنا اللي هي الاير فاير، ونشوف هنعملها ازاي وتبقى طالعه معانا عامله ازاي. ومن هنا بقى طبعا لبكره ان شاء الله باذن الله. اللي عايز يعملها بعد 4 ساعات بس يعملها ويشويها زي ما انتوا عايزين. طبعا ممكن برضو من اول النهار في رمضان ممكن برضو، وقبل فطار الشوي. ومن هنا لما اجي اشويها ان شاء الله باذن الله نشوفها تبقى مع بعض عامله ازاي. خليكم معايا. طبعا دي الفرخه اللي انا تبلتها وبيتها ليله معاكم ان شاء الله باذن الله. هجربوا التتبيله دي. طبعا اللي عنده فحم وعايز يشوي على الفحم يشوي، اللي عايز يحطها في البوتاجاز على الشبكه يحطها ويحط تحتيها صاجه فيها ميه برده هتشوي وهتبقى جميله جدا. واللي عايز طبعا عنده منقل يشويها على المنقل او شوايه كهرباء. ومن هنا المره الجايه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي اسرع فرخه مشويه هتاكلوها.